بداية ملي كنت صغيرة كانت عندي هذه الموهبة ديال الرسم، ومن بعد ملي كنت في المرحلة ديال الثانوية كانت بدات كيتبدلوا لي الخيارات وبغيت نجرب المجال ديال القانون. وبالفعل كنت سجلت في الكلية ديال القانون في طنجة، ومن بعد اضطريت نرجع للفن ديالي، لان الانسان هو في الحياه عنده بزاف ديال المراحل كيكتشف فيها ذاته. اكيد. وانا بديك المرحله اكتشفت انه الفن هو اللي الرساله ديالي في الحياه. نعم، الفن هو اللي اختارك قبل ما انت تختاري. وكنعرفوا انك انت فنانه عصاميه اوتوديداكت، وحنا في واحد العصر يمكن وفي واحد المجتمع اللي التكوين الاكاديمي مهم فيه، ولكن الفن واش كتشوفي انه ما محتاج تكوين اكاديمي؟ هو صراحه من الاحسن يكون تكوين اكاديمي، ولكن ما تحتليش انا كانت الفرصه. وبالفعل كنت التحقت بعض الاورش الفنيه اللي موجوده في المندوبيه الثقافه في طنجه. كان عندنا ورشه ديال التكوين المهني الفني، كانت ورشه ديال الرسم وورشه ديال السينوغرافي وديال النحت، وكنت عملت فيهم واحد سنتين ديال التكوين وساعدتني الحمد لله في هذا المجال. داكوغ. الا شفنا الطابلوهات ديالك كاملين فكنحسوا باللي اللون الازرق غالب عليك، زي الشمالي، هاد الرسومات هادي كتعتمدي عليها كثير. واش كنقدروا نقولوا على ان البيئه ديال الفنان كتاثر عليه في داك الشيء اللي كيبغي يعبر عليه في الطابلوهات؟ اكيد اكيد طبعا، البيئه ديال الفنان هي اللي كتاثر واحد الدرجه كبيره على الارتيست او الفنان. والبيئه ديال طنجة ديال الشمال عامه اذا لاحظتوا راه عندي واحد المجموعه فنيه خاصه بالمراه الجبلية. والزي التقليدي الجبلي كنت تاثرت به وبغيت نخدمه في اللوحات ديالي. كان في اول المعرض ديالي في طنجة برواق محمد الدريسي. داكوغ. فدائما من خلال ملاحظة ديالنا الأعمال ديالك الفنية والرسومات ديالك، فكنلاحظوا أنه بالموازات مع كل ما هو يعني تشخيصي للطبيعة أو الشخوص اللي كاينين في الشمال، فكذلك كديري دو لار أبستخي، يعني هذاك لار أبستخي حتى هو باللي كولور ديال الشمال. فتكلمنا على هاد الأبستخي هذا، شنو الفرق ما بينه ما بين الفيجور؟ في البداية ديال كل فنان كما أنا بديت، أنا بالنسبة لي لرأيي الشخصي أنا الفنان خصو يبدأ بالواقعية، المدرسة الواقعية، وهذا الشيء اللي بديت به أنا. هي في حال واحد الفترة اللي أو الفنان كيكتشف فيها ذاته، وكذلك الإبداع عاوتاني المدرسة الواقعية مدرسة تعتمد على التفاصيل، على الضوء والظل، على بزاف الأشياء اللي ماشي أي فنان يقدر يمارسها. أما نجيو للجانب التجريدي، الفنان اللي كيخصو يكون كيف ما قلت لك ديجا بدا بالمدرسة الواقعية ينتقل للتجريدية. أنا هذا رأيي الخاص، يعني ماشي هذا رأيي اللي داري اللي خاص إنسان يعرف يرسم عادي يمشي يدير لا داكشي، ماشي أي واحد يقدر يمشي في نعم.